فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر الحنابلة رحمهم الله في الروض أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله ويسجد عليه، ما معنى تقبيله؟ سجود، تقبيله سجود، لأنه وضع جبهته عليه وقبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك لاحظ أنه ما هو بالقصد التقرب إلى الحجر، تقرب إلى الله، فهو يستلم ويقبله تقربا إلى الله، لأنه شعيرة من شعائر الله، الحجر شعيرة من شعائر الله. فهو يعتقد أنه يعبد الله بذلك، ولا يعتقد التبرك بالحجر أو طلب الحوائج من الحجر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. المسألة اتباع واقتداء، فنحن نقبله اقتداء بالرسول واتباعا له، وعبادة لله عز وجل، طاعة لله، الله أمرنا بهذا فنفعل ما أمر الله به. نعم.